صراحة أيوب غير لا فينال القيمة ديال الكأس والمنافسة والمشاركة الإفريقية حداتهم هادو اللاعبين اللي حطوا هاد ثلاثة الأشياء زد على هذا لما تتكون لقب فلقب ليك ولعائلتك والأسر ديالك إلا حطيتي قدامك هاد ثلاثة العوامل بلا شك بأنك غتدخل الملعب باغي أكثر وقت تركض أكثر عدد الكرات تريكيبيرهم أكثر عدد الكرات تبغي أنهم تمشي بهم للمرمى فريقنا نتمنى انه يفوز حكم بانه السيوب مرحله انتقاليه ولكن الا كانت مرحله انتقاليه وربحوا دائما فيها واحد العدد من الزمان غينفعنا لانه الفوز يعطيك متسع وتربح وقت كبير في الشغل باش ان شاء الله نفوزوا بالكاس ونمشيو للمنافسات الافريقيه وفي سنتين نتمنوا باننا نقضنا الموسم وان شاء الله تكون انطلاقه للمواسم القادمه ان شاء الله فريق رجاء بيضاوي والانصار ديالو دائما يكونوا ناشطين ويكونوا فرحانين.